السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، تفضل. معاك خالد بن عبد الفتاح من المنيا. أنا كنت باجي لحضرتك يوم الأحد، أنا بسلم على حضرتك بس بعين عليك، يعني كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم آمين آمين آمين. وجزاكم الله عنا خير يا سيدنا. الله يبارك فيك، الله يسلمك. الله يحفظك. لكن بالنسبة ليا كإمام، الأفضل إن أنا أخطب خطبة واحدة ولا خطبتين يا سيدنا؟ والله رأي الأئمة الأربعة رأي طيب، يرون الخطبتين، لأن المسألة ليس فيها، يعني لم يأمر النبي بخطبة واحدة ولا بخطبتين. الكلام جاء يعني جاء الكلام مجملا، جاء الكلام مجملا. ربنا يبارك فيك يا سيدنا الله ويحفظك، يسلمك. والله نحبك في الله، والله أحبك الله الذي أحببتنا فيه. حضرنا عندك وأكرمتنا، أكرمك الله كما أكرمتنا. الله يبارك في عمرك، تفضل. سلامك الله.